اهلا بكم. على فكره بيحصل الحكايه دي كتير جدا بقى في مجتمعنا، وبتحصل ساعات في العقل الواعي وانت واخد بالك منها قوي، وبتحصل ساعات في العقل زي ما بيقولوا اللاواعي. واحده في الجامعه في اي مناسبه عجبتك جدا، فانت رايح طبعا لازم تتكلم تشوف يعني الشكل اللي عجبك ده هل هو كمان شخصيه كمان كويسه ولا لا. حق كل واحد يعني، مش هننكر يعني. فقربت، مساء الخير، ازيك، اخبارك ايه، احنا زملاء في الحته الفلانيه، احنا قرايب العريس، لا انت قريبه العروسه. بدات تقول لك اه مش عارف ايه، بانت سنانها. في سنان اول ما تبان انت بتبقى خلاص خدت بالك، يعني عينك وعقلك الواعي ايه ده، يا دي النسيبه السوداء، وريفلكسلي على طول بتنسحب على طول. سلام عليكم يا عم، تلاقي نفسك كده كبرت دماغك، تلاقي نفسك حصل حاجه زي ما حصل في الموسيقى كده. الموسيقى كانت ماشيه ناعمه وجميله ورومانسيه وكلها حنيه، وفجاه راحت الايه داخله على طول، تبص تلاقي الريتم وقع مره واحده ودخل الرئه، الطبله بدات تقف، دخل الاكسيليفون بقى ودخلت الناي الحزين. خلاص انت فجاه شفت حد حاجه مش عاجباك. ساعات في اللاوعي بقى لو السنان مش حلوة قوي، انا بقولك لو السنان مش حلوة خالص انت شايف، لكن في عيوب، فراغات، الابتسامة لسوية خفيفة، كل دور كده جوانب سودة، فلجة زيادة عن اللزوم، فانت ممكن تكون عقلك الواعي مش واخد باله قوي، يعني مش مركز تقول السنان دي مش حلوة، لكن في حاجة مضايقة عينك، السنان بتضايق العين. فبرضه هتلاقي الاعجاب اللي كان موجود بعد ما بدات تتكلم، تقول كده جمله لواحد صاحبك يقول لك يا اخي انا كنت نفسي اكلمها، او طول الفرح ولا طول المناسبه يعني عجباني جدا، اول ما رحت اتكلمت معاها في حاجه ضايقتني فيها، او العكس البنت برضه تقول كده، ده كان الواد يعني لافت نظري جدا اول ما بدا يتكلم، بس مش عارفه قلبي انقبض منه. السر غير الشخصيه ممكن تكون السنان. السنان مهمة جدا، فلازم تاخدوا بالكم منها، لازم تهتموا بالتفاصيل الصغيرة دي. النهاردة يوم عنوانه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الأسنان المبدع دائما الأستاذ دكتور كريم مكادي. أنا لازم أروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكلي. الزراعة دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس إن هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية. لا، الطالب المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم. دايماً بنقول إن من حق أي حد إن هو ياكل لحد آخر يوم في عمره بأسنانه الثابتة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز طبعا اسم المتميز في هذا المجال دكتور كريم مكادي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. هبدا الاول، هل فعلا عيوب الاسنان بتدخل في العين بشكل يعني بترشق زي ما بيقولوا في العين ومنها للمخ بالشكل اللي قلته؟ طبعا بلا شك. انا هقول لحضرتك على حاجه. تخيل كده لوحه جميله رسمه رسمها رسام مشهور جدا، وفي اخر الرسمه دي في بقعه او نقطه من الكالرز اللي هو بيستخدمها قامت نازله في النص. هتلاقي العين سابت اللوحة دي كلها وبصت على النقطة السوداء دي. مبدئيا طبعا الأسنان هي الفيرست امبريشن للشخص اللي قدامك ده، لنظافته لثقته بنفسه للكلام ده كله، غير طبعا ان هي مدخل الأكل فهي أساس صحة البني آدم. فلما البني آدم بيتكلم وهو شكل أسنانه مش حلو ومش مهتم بيها، ده بيديك امبريشن ان هو مش مهتم بنفسه، ان حياته مهرجلة، ان الحياة عنده مش ماشية بأسلوب صحيح ولا منظم، فبالتالي انت بتاخد فكرة مش كويسة عن البني آدم ده. فطبعا اي حاجة في التابلو ده لما تبقاش حلوة بتلفت عينيك وبتديلك بقى بترجم عندك في الدماغ الكلام ده كله اللي احنا بنقوله. الزراعة مثلا، السنة المفقودة، شيء مزعج في النظر، يعني لما يكون واحد عنده سنة رايحة
اول ما تبص لك تحس ان في حاجه غلط. طبعا يعني احنا عندنا اول حاجه بتبص انت عندك صفين شكلهم حلو وعندك سنه في النص ناقصه، عينك هتروح فين؟ هتروح على الحاجه اللي ناقصه. آه. ده من ناحيه الشكل. طب نيجي من ناحيه الصحه، ايه اللي محافظ على حجم العظم ده؟ هي الاسنان اللي موجوده فيه. مجرد ما بنخلع السن بيبدا العظم ده يكش، بيبدا العظم ده اللي هو الشاسيه المشدود عليه عضلات الوش، الجلد بتاع الوش اللي هو مشدود ده كش، ايه اللي هيحصل؟ يبدا يظهر لنا الرينكلز او يظهر لنا التجاعيد بتاعه الوش، يبدا البني ادم يبان اكبر من سنه وهو لسه صغير. فاحنا دايما بننصح ان اي حد بيفقد اي سن لازم يروح بسرعه ويعوضه عند دكتور الاسنان عشان ما يبداش يحصل المشاكل دي كلها. طبعا ده بالاضافه ان احنا بيبدا عندنا طريقه المضغ ما تبقاش مظبوطه، اللي هي بالتالي بتاثر على مفصل الفك، نبدا نسمع صوت طقطقه، بنبدا يحصل تاكل في مفصل الفك. ليه؟ لان حصل التهابات للاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانه. طبعا بيحصل مشاكل تانية في الاسنان. خلي بالك يا دكتور ايمن ان الاسنان دي كلها في حاله حركه، اللي مثبتها في مكانها كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها. طب احنا لما نشيل سنه من النص حصل خلل في الثبات اللي موجود ده، فحصل فبالتالي يحصل خلل في رصه السنان الموجوده دي، تبدا السنان اللي قبليها تميل ناحيه الحته الفاضيه، تبدا السنان اللي قصادها تطول على حساب الحته الفاضيه، يبدا الثبات او الاكويليبريم ده اللي موجود ده كله يبوظ. فطبعا المضغه العضه نفسها هتبوظ اكتر، فالمفصل هيبوظ اكتر، فانت دمرت الدنيا كلها. اذا تعويض السنه ده واجب، ده شيء لابد منه. وطبعا احسن حل لتعويض الاسنان هي الزراعه، ان احنا بنحافظ على اسناننا من غير ما نبرضها، من غير ما نلعب فيها، ونعوض السن بذاته عن طريق زراعيه محطوطه بيركب عليها الطربوش بتاعها بعد وقت معين وتبقى الدنيا كلها تمام. كان زمان الزراعه كلمه تخوف، كانت بتعمل هلع على ناس كتير. ولسه لحد دلوقتي ناس مش فاهمه ان التكنولوجي تطورت بالظبط، والتكنيكس الحديثه في زراعه الاسنان تطورت بشكل كبير جدا. ليه كان بيبقى عندهم هلع؟ لان زمان كان هو متخيل ان هو رايح يعمل جراحه كبيره، بيفتح فتح بالمشرط، الدكتور بيفتح يشوف يكشف العظم بتاعه عشان خاطر يعرف يشتغل، ويبدا ينشر في العظم ويدخل الزراعيه، وبعد كده يخيط، وبعد كده يقعد على انتيبيوتكس فتره لحد ما الجرح ده يلم، وبعد كده بعد فتره بعد 6 شهور يبدا يحمل على الزراعيه. دلوقتي التكنيكس الجديده والتكنولوجي والحرفيه بتاعت الناس اللي استخدمت الكلام ده سهلت الموضوع جدا. بقينا بنحط الزراعيه دلوقتي في 5 و6 و7 دقائق. ازاي؟ بقينا بنفتح فتحه صغيره عن طريق حاجه اسمها بونش تكنيك، يا دوبك زي الخرامه بتاعت الورق كده، فتحه بملي بنبدا نشتغل منها كل قصه الزراعه دي من غير اي مشرط ولا خياطه بعد كده، او ممكن نستخدم الليزر يعني نفتح لنا فتحه برضو صغيره نقدر نحط فيه الزراعيه ونحط الكلام ده كله. التكنولوجي بتاعت معالجه السطح نفسها بقت عاليه جدا، بقت بتحفز العظم اكتر، بقت عامله زي المغناطيس اللي بيحفز العظم ان هو يبني على الزراعيه نفسها، فادتنا نتائج عاليه في وقت اقصر من غير تعب ولا الم والكلام ده كله. زمان كنا بنكتب انتيبيوتكس حقن وبيديله انتي انفلاماتوريز وبنديله مسكنات كتير جدا، كل ده حقن عشان خاطر يستحمل ما بعد الجراحه. دلوقتي هي حبيتين الدنيا بتبقى كويسه ومفيش اي مشاكل. طبعا فكره الاميديت امبلنت اللي هي انا عندي سنه بايظه فانا شلتها وقمت حاطط الزراعيه في ساعتها على طول، ده احسن حاجه، لان موجود الدنيا بتبقى لسه غنيه بالدم اللي فيه عناصر النمو والشفاء، فبتحصل عمليه الهيلينج اسرع من تكون زراعيه سنه مفقوده بقالها فتره طويله. بالتركيبات والزراعه هل هم متنافسين ام زي ما اقول شريكي في الاخر، شريكين بيطلعوا في الاخر نتيجه كويسه؟ دول الـ 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 الشريكين المتعاونين اللي هم من غير بعض ما يقدروش يوصلونا للنتيجه دي. يعني لو زرعنا اسنان عشان نعوض السنه لازم نركب لها التركيبه الثابته فوقيها عشان المريض يقدر ياكل عليها. لو احنا دلوقتي عندنا حد زي الحاله اللي عندنا دي هو ما عندوش اسنان نهائيا، لا فوق ولا تحت والدنيا بايظه خالص، انا لو زرعت له زراعيه مكان كل سن ناقص العظم هيفلق مننا بالبلدي كده. يعني تخيل كده حته خشبه حطينا فيها مسامير ضعفت هتفلق. تمام، ده اللي بيحصل فعلا في العظم. فبنبدا ان احنا نحمل، نوزع التحميل، يعني نوزع الزراعات بطريقه عشان نوزع التحميل على الزراعات دي. فبنبدا نحط في الفك ما بين 6 و8 زراعات، ونحط بعد كده كباري تتحمل عليهم كلهم اللي هي التركيبات الثابته، وبعد كده
الراجل ده ياكل بقيه حياته باسنانه الثابته، لان هو من حقه ان هو يفضل باسنانه لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته. هنا الحاله دي كانت قصتها كبيره شويه. الحاله دي كانت لفت في كذا حته، قالوا لها انت ما عندكيش عظم خالص في الفك. يعني السكنس بتاع العظم كان قليل جدا ان احنا نقدر نحط فيه زراعيه. خلي بالك يا دكتور ايمن ان لازم حوالين الزراعيه دي يبقى فيه ملي من كل اول اراوند عشان خاطر الزراعيه دي تثبت. ملي من كل ناحيه عشان خاطر الزراعيه تثبت. ملي عظم، ملي عظم. لو انا ما عنديش الملي ده طب احنا هنعمل ايه؟ الزراعيه ليها سمك. اقل سمك للزراعيه، في زراعات دلوقتي 2.7 وفي حاجات اللي هي السمك بتاعها 2.7 وفي حاجات 3 و3 و3. فاحنا لازم 3 ملي، ملي. فاحنا لازم نحط معاهم 3 ملي ولا 3 سنتي؟ لا سنتي، لا ملي. 3 ملي، ملي. سنتي سنتي ده حاجه ايه ده لمؤاخذه. 3 ملي، 3 ملي. فاحنا لازم يبقى فوق ال 3 ملي ده في عندنا ملي اول اراوند. يعني لو احنا قلنا يبقى اذا العظم لازم يكون سمكه المفروض ويس. يعني قول 5 مثلا ملي، 5 ملي. ما هو 3 و3 ملي وملي وملي، يبقى ادي 5. فاحنا الناس دي لفت على كذا حته، قالوا لها انت ما ينفعلكيش زراعه اساسا. فاحنا اخدناها ستيب 1، احنا هنخلي عندك عظم. انت ما عندكيش عظم، هنخلي عندك عظم. بدانا نزرع لها عظم في كل حته، بدانا نرفع الجيوب الانفيه لان هي طبعا كانت نازله عشان العظم ده كش. فبدانا نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم بتاعنا، واستنينا عليها 5 شهور. بعد كده حطينا الزرعات بتاعتها. في الحاله دي طبعا ما نقدرش نحمل بسرعه خالص، لازم كل حاجه تاخد وقتها عشان تمسك كويس قوي وتبقى جزء من الجسم. واستنينا على الزرعات دي كمان 5 شهور، وبعد كده هي بقت باسنانها الثابته بقيت حياتها. الست دي عندها 75 سنه، كانت بتقول لي انا مش عارفه استطعم ولا عارفه اكل ولا عارفه اتعايش، وعندها مشاكل في البطن ومش عارفه تتعامل بالاطقم المتحركه. وخلي بالك الاطقم المتحركه دي حاجه سيئه جدا، ان هي بتغطي السنسورز او الحساسات بتاعه الاستطعام اللي موجوده في الفم. ودايما هتلاقي دايما اي حد بيتعامل بطعم متحرك يقول لك انا بعد فتره الطقم وسع. هو وسع ليه؟ عشان العظم كش. بالظبط كده. الراجل ده ليه قصه كبيره قوي. الراجل ده هو مش مصري، كان هو عندهم عمل حادثه، اتعالج لمده سنه، كان العظم بتاعه مكسور بالاسنان اللي فيه لمدة سنة وهما مش مثبته له. هو بيقول لي الحتة دي بتلخلخ بس هما ثبتوها لي بسلك ومفروض الدنيا بقت كويسة. طبعا في الاكس ريز في الاشعة المقطعية هو كان بيعمل بانورامات، فمش باين ان في حاجة كسر هنا في الحتة دي. هما ثبتوها، مفتكروا ان السنان اتحركت من مكانها، واحنا لو فعلا لو سنة نزلت نقدر نحطها في مكانها ونثبتها لفترة هتثبت. لكن ما يعرفوش ان العظم اللي ماسك السنان كله بيتحرك. فده بقى طبعا بدا يعني يكون انسجه ما بين الحتتين العظم اللي موجودين، وبدات تمنع عمليه الالتئام بتاعه العظم كلها. فطبعا اضطرينا نفتح السنان، طبعا كلها بقت حالتها وحشه جدا، فاضطرينا نشيلها. فاضطرينا وبعد كده اضطرينا نفتح، واستخدمنا العظم بتاعه وكملنا له عظم بيجي في صوره باودر من عندنا وثبتنا له الكلام ده كله. وبعدين حطينا الزرعات بتاعتنا، وبعدين في خلال 2.5 شهر بقى بالاسنان بتاعته اللي تحت دي. ما شاء الله، حلو جدا. عايزك تكلمني على التركيبات الثابته والتجميل. التركيبات الثابته والتجميل، ايوه. مبدئيا خلينا نتفق على حاجه، كل واحد ليه بصمته، ليه شكل الكادر بتاعه، ليه السنان واللثة والمربع ده ان هو يبان، والشفايف انه يبان بشكل معين. يعني احنا ما ينفعش اقول ان انا هعمل دكتور ايمن تجميل اسنان انا هعمله الديزاين الفلاني انتر ركب. لا، احنا لازم نعمل حاجه تليق على لون البشره، على شكل الوش، على الشغلانه بتاعه الراجل اللي عايز يعمل التجميل ده. تعمل تحليل ابتسامه وتصميم ابتسامه على اساس انت مين بالظبط كده. انت ازاي يعني؟ لازم ابص للثه. طب انا اللثه عندي لما بيضحك بتظهر منها قد ايه؟ هل هي بتعدي 0 ل 3؟ يبقى احنا عندنا هنا ضحكه لثويه، لازم نبدا نعالج الضحكه اللثويه الاول. نبدا نرسم اللثه بالليزر، او نبدا دلوقتي الباتوكس دخل في الموضوع، او نعمل جراحه نسحب الشفه العلويه نخليها ما تترفعش قوي اثناء الضحكه. تمام، ده حاجه. بعدين نبدا نصمم الابتسامه اللي هي لايقه على الراجل اللي رايح يعمل التجميل ده. نعمل له افتح حاجه تليق عليه، لان في ناس تيجي تقول لي انا عايزه جبنه، يعني عايزه سنان بيضة قوي. لا، هو انت دلوقتي السنان دي مش هتليق عليك. وعلى فكره انا في حالات برفضها بالسبب ده. لا، احنا هنعمل حاجه تليق عليك، لان في الاخر الحاجه اللي طالعه منك دي سينيه او امضاء مركز مكادي. دي خارجه من عندنا. فانت لما حد يشوفك وهو هيشوفها وحشه هيقول لك دي انت عاملها فين؟
هيقول له اعملها في الحته الفلانيه. احنا ما بنطلعش شغل ده، احنا بنعمل حاجه اللي تنفع لك. فاحنا البصمه دي لكل واحد الحاجه اللي تنفع له. فاحنا نبدا نجمل التجميل ده حاجات كتير قوي. ممكن تبييض لو سنان مرصوصه تقويم، نعمل لها تبييض هتبقى الدنيا زي الفل واللثه حلوه مفيش مشاكل. ممكن يبقى فيه شويه اعوجاج في الاسنان نرصها بتقويم ونعمل لها تبييض هيبقى الدنيا برضو بعدها تجميل هتبقى الدنيا شكلها حلو. ممكن تبقى السنان مكسره ومسوسه وفيها عصب والكلام ده كله، نبدا نعالج الكلام ده كله في الاول وبعد كده نعمل ديزاين لاسنان شكلها حلو ونركب له تركيبات ثابته اللي هي الكراونز اللي فوق السنان باحكام عالي جدا عشان ما تبوظش اللي احنا عملناه. ممكن يبقى فيه سبيسنج في مسافات ما بين الاسنان كل سنه وبعضيها، نبدا نعمل فينيرز. الفينيرز دي برضو بيتعمل لها ديزاين، يعني احنا ما بنجيبش كيس فينيرز، احنا بنعمل ديزاين للاسنان دي على حسب شكلك وشخصيتك. لما هنلزقها على سنان فينيرز دي عامله زي قشره الضوافر كده بتتعمل من الايماكس، تبدا تتلزق على السنان بعد ما تعمل لها ديزاين، تدينا رصه السنان الجميله دي بالالوان اللي لايقه على حضرتك. ودي اكتر حاجه كونسرفاتيف، اكتر حاجه محافظه، ودي اللي احنا بننصح بيها الناس اللي هي اسنانهم رصتها حلو بس هو عايز لون فاتح يبقى بيرمننت، ما بيتاثرش بالتدخين، ما بيتاثرش بالاكل بالكلام ده كله. لان التبييض بيرجع بعد فتره، فاحنا دلوقتي بقينا بندور احنا عايزين اللي هيجمل يبقى معاه حاجه بيرمننت، حاجه دائمه. مش دايما الدنيا زي ما بيقولوا بتبقى متسفلته، مش دايما الدنيا بتبقى دايما في عقبات، مفيش حاجه بتمشي كده. وساعات يبقى العقبه دي في الصوره زي ما تقول ايه، اقول لك ايه، لغم، حفره مش انت مش شايفها، ماشي كده كلب يطلع يهبش، يعني حاجات كده غريبه. يعني واحد جاي يزرع لك مثلا، يزرع سنان وفي مشكله مش باينه، ما يبينهاش الا الخبره والتكنولوجيا الحديثه زي كيس دهني مثلا. كيس الدهني ده من اكتر الحاجات اللي بتشوفها لغم، لغم كبير، مشكله لما بيتساب بيحصل له تطورات مش كويس. ايه هو الكيس الدهني الاول وبيبدا ازاي؟ واحد سنته سوست وسابها، وصلت للعصب، اخد مضادات حيويه، عملت له خراج، اخد مضادات حيويه ومسكنات هدي الخراج، بدا الصديد ده يتكون تحت الجدر نفسه من تحت. واحنا عارفين ان العظم بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. ايه دول؟ اوستيوكلاستيك ان العظم ياكل نفسه، اوستيوبلاستيك ان العظم يزود نفسه، وده الميكانيزم اللي احنا بنكبر بيه واحنا صغيرين. احنا عندنا ده كيس دهني كبير خرجناه، وده نوعه حاجه اسمها او كي سي اودونتوجينيك كيراتوسيست، ده بيعامل معامله الاورام. هشرح لك الاول ايه هو كيس الدهني وبعدين هقول لك عملنا ايه مع ده. وش البني ادم بيكبر ازاي؟ بيبدا العظم يزيد من ورا ويبدا ياكل نفسه من جوه، فتلاقي الوش كبر مع اختلاف طفيف في سمك العظم. يعني احنا عظمنا ما بيبقاش كده يقعد يزيد عظم فالعظمه تبقى بالحجم ده كله، لا ده سبحان الله ان هو بيشتغل بالميكانيزمين دول عكس بعض. طيب ده نفس الميكانيزم اللي احنا استخدمناه مثلا في التقويم. لما بنعمل بريشر او ضغط معين على العظم بيبدا ياكل نفسه ناحيه الضغط ويبدا يزود نفسه الناحيه الثانيه فالسنه تتنقل من مكانها. ده بقى بيحصل بطريقه لما الصديد بيتكون تحت السنه نتيجه خراج فتره طويله بدون علاج بيبدا ياكل في العظم اللي حوالين الجدر. لما بياكل في العظم ده بيكون اوضه، الاوضه ده اللي بيبقى التطور اسمه خراج مزمن. الاوضه دي بتبان في الاكس راي حته سودة كده بس مش محدده الاطراف. الحته السودة دي بتبقى مليانه صديد، مهما عالجت لازم تعالج الحته السودة دي عشان خاطر السنه دي تتعالج. حد بيقول لك انا رحت للدكتور سنان عمل لي علاج عصب ولسه السنه بتوجعني، بيبقى هي دي مشكله بس الدكتور ما شخصش مظبوط. طيب لما بنسيب القصه دي ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الجسم يلاقي ان العظم بيتاكل عنده فيبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز تبدا تبطن الاوضه اللي موجوده دي. لما التبطين ده بيكتمل ده اسمه الكيس الدهني. تمام؟ بيبدا بقى الكيس الدهني ده يتطور من الانفكتد ويقعد يتطور من العدوى، من اللي هو فيه صديد، يعني كيس دهني فيه صديد، لحد ما يوصل لحاجه اسمها او كي سي اللي هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست. مشكلته ايه ده بقى؟ الاودونتوجينيك كيراتوسيست ده احنا بنسميه سيست لايك تيومر. كيس دهني يعامل معاملة الأورام. يعني إيه يعامل معاملة الأورام؟ يعني لازم نشيله بسيفتي مارجنز. ليه؟ لأن هو كيس دهني لما بيكبر لما بيوصل للمرحلة دي بيكبر بحاجة اسمها فينجر لايك بروجكشنز، يبقى صوابع بيعمل زي زوائد كده يخترق بيها العظم. فالدكتور لما هيشيله هيطلع الصوابع دي بتفضل لسه موجودة. زمان البروتوكول بتاعها
كان الاستئصال بسيفتي مارجنز. سيفتي مارجن يعني استأصله بزيادة. واستأصل حوالي حته امان بالظبط كده. دلوقتي استخدام الكرايو والليزر، كرايو ده اللي هو العلاج بالتجميد، والليزر بدأنا نقدر نموت الصوابع ده. الحالة دي احنا شلنا الكيس اللي فوق ده، ولما تحلل لقيناه ان هو OKC. بعد كده حطينا فيه بعد ما شلنا الكيس قدرنا ان احنا نشيل الصوابع اللي احنا قلنا عليها دي، معمول عليها بيبرز كتير قوي. والمرة الجاية هجيب لكم اكس رايز بيفور وافتر وصلنا لايه. بدأنا نزرع عظم مكان الكيس دي. يعني احنا مشيلنا الاول الفينجرز دي، بدأنا نزرع عظم في المنطقة دي. بدأ العظم ده بنحط معاه بلازما وحاجات معينة عشان خاطر يشد حيله كويس، وبعد كده زرعنا جوه العظم اللي احنا زرعناه جوه الكيس. وبعد كده مشي بسنانه الثابتة بقيت حياته من غير ما نستأصل زي زمان. انا ليه بحكي القصة دي كلها؟ عشان افهم اهمال في السنة من اول التسوس بالمراحل بتاعته ممكن يوصلنا لإيه. لا حلو قوي الشرح اللي انت شرحته لتكوين كيس دهني سببه ايه. بدات القصه بانه تسوس، واحد جاله تسوس وصل العلاج وصل لمشاكل في العصب، وعمال بقى يقول لك انا مش رايح، انا همشي بالمضاد الحيوي، هو في الاخر هيموت. الناس مش فاهمه ميزه البين. هو ايه البين؟ ده الالارم، ده المنبه اللي بيقول لنا اجري اتصرف، انا عندي مشكله هنا. لما احنا بنطنش الالم، لما احنا بنطنش الالم ده احنا نستحمل التطورات. فدي من اهم القنابل اللي بتواجهنا. يعني بنلاقي عظم بقى، تلاقي كيس دهني كده كبير 3 في 3 مثلا، وتصرف بقى احنا انا عايز اقعد بسنين. لا استنى، احنا هنشيل ده وهنشوف ده قصته ايه، وهننظف كويس قوي، وهنحط لك عظم، وبعد كده نحط لك زرعات، وبعد كده احنا بنتصرف. بس احنا ليه سيبنا نفسنا من الاول نوصل لكده؟ هي دي النقطه. انت اسعدتني بهذا اللقاء جدا جدا، نزهه جميله في عالم طب الاسنان. اتفسحنا النهارده، خدتكم فسحتكم وفرجتكم على صحراء تم اعاده تعبيرها. صحراء فم مفيش سنان خالص، في فوق ولا تحت، وساعات فوق خالص مفيش، والدنيا يأست وعظم قليل. لا اتعلمنا النهارده ازاي حتى نحط العظم الموجود. طب كمان سنة بس مفقودة واحدة، وفهمنا اللي هيحصل لو اتثابت. لا هنحط الزرعة فيها ونحمل، نحمل دلوقتي ولا نأجل التحميل؟ طب عندي جيب أنفي هرفعه ازاي؟ ما هذه قضية كانت مهمة طبعا جدا طبعا. عندي مشكلة جبارة اسمها كيس دهني، وحكينا قصة الكيس الدهني. الحقيقة الحكاوي العلمية كانت كثيرة اليوم. اللي بيميز لقائي معك كم العلم اللي انت بتشرح، كم علمي رائع للغاية. وده مشاهد الدكتور انت بترضي له يعني زي ما بيقولوا طبيعته، طبيعه مشاهد الدكتور مش اي مشاهد طبعا. طبيعه مشاهد الدكتور خلاص، ده المشاهدين بتوعنا وصلوا للمرحله يقول لك لا انت ما ترضنيش بكلمتين كده وروح. دي خلت المريض جاي هو فاهم هو داخل على ايه، وهل الدكتور ده بيضحك عليه ولا الدكتور ده مش مظبوط. انتوا ثقفتوا الناس. الله يخليك، مش انا انتوا. دورت ربنا يخلي حضرتك. ضيف العزيز الاسم الكبير في عالم الاسنان والمتميز في ادائه العلمي والشرحي الدكتور كريم مكادي، كان في الدكتور. خليكم مع الدكتور.